معنا يوسف عنان مدرب فريق أساليا. يوسف نقول لك هارد لك المباراة. نصيبك قدر الله ما شاء فعل، مباراة مشت على خير والحمد لله ممتعنا الجمهور وكانت من نصيب الجزيرة. نقول مبروك لفريق الجزيرة على الربح وهارد لك لفريقنا. يوسف طبعا اكيد النهايه بكل اللي رابحين، كلهم اللي بيلي رابحين، ما فيش حد خسر اكيد. ولا شيء يفرح الجمهور، شيء يتفرج وشجع بمعنويات عاليه. نتمنى ان شاء الله الرياضه تزيد وجود جمهور كامل. يعني صراحه نحب نشكر جمهور الجزيره اللي جو ساندوا وشجعوا واعطوا رونق جديد للمباراه. استاذ يوسف اليوم لو تحكينا على نسق المباراه هيك كمستوى فريقين. والله مستوى فريقين يعتبر ممتاز صراحه بحكم الفريقين كانوا موقفين قريب سنتين، لكن الحمد لله قدموا مستوى طيب في خلال شهرين او ثلاث شهور. ما تقدرش تكون فريق ممتاز، لكن الحمد لله قدرنا نكونوا فريق ويقدموا مستوى طيب الحمد لله. يوسف كلمه اخيره للجزيره وجمهور الجزيره. نقول لهم يعطيكم الصحه والله، كفيتوا ووفيتوا ما قصرتوش، وان شاء الله نشبحكم ديما في التعلق ان شاء الله يا رب. شكرا استاذ يوسف، موفقين في قادم المباريات. بارك الله فيك. شكرا.